اليوم راح نتكلموا على تهيئة الطريق المتواجد بين محطة واد السمار لافيتير، محطة تاع واد السمار، ومحطة حي المكان الجميل، وطولها حوالي 1 كيلومتر. وهنا فيها تهيئة نتاع الطريق الأرصفة، والفكرة تعتبر جيدة. هذه الفكرة وشنها؟ هي تعريض الطريق أولا، تعريض الرصيف أولا، ثم وضع شريط نباتي ما بين ممر، خلق ممر للراجلين والطريق، وخلق ممر، خلق شريط نباتي. وهذاك الشريط الفكرة جيدة، لأنه حيحتوي على أشجار وأزهار، ويعطيه جانب جمالي. وحتى الجهة المقابلة نتاع الطريق فيها الشريط هذاك، وين مغروس عشب وأشجار، ومليح يعني من ناحية سلامة نتاع الراجلين، ويعطي صورة جيدة جميلة. لكن بعض النقائص موجودة في قضية لا ميزون اوفر، العمل نتاعها للاشغال، حيث اننا نلاحظ انهم استعملوا رخام حجري لتغليف السياج، وهذاك الرخام الحجري ما يلصقش مليح في الحائط، لازم اسمنت يمكن نقولوه خاص اللي يقدر ولازم يخلو الفضاء بين المربعات نتاع الرخام، حتى يجي اسمنت اخر يغلق هذه الفضاءات ويزيد من التركيز، التركيب لا فيكساسيون، التركيز تاع المربعات تاع الفايونس على تاع الرخام على الحائط. وكذلك نلاحظ هنا لابوند المخصصة للراجلين فيها حوالي 2 متر عرض. هنا نلاحظ النتيجة نتاع عدم استعمال الاسمنت الخاص للتركيب الرخام. وكذلك هنا ما زلنا في أمام محطة نتاع الحافلات، ونلاحظ هنا الحائط مركب مغلف بالرخام الحجري هذا، ويعني في الحقيقة التركيب ديالو لا حبة دالو، خلاو لي جوان كما نقولو حنايا بين الحبة والحبة، حيث أن هذاك الجوان يساعد في التركيز في لا فيكساسيون تاع الرخام هذا على الحائط، باش ما يكونش عندنا في المستقبل مربعات تهبط وحدها من الحائط وتمد شكل غير لائق. وكذلك نستمر في الطريق، هنا الحائط هنا يكون، هنا سوف يكون رسومات بالسيراميك على هذه الأجزاء من الحائط. وكذلك هنا نشاهد السياج جميل تاع فيرونري، مخدوم بطريقة جيدة، ويعطي إضافة جمالية للموقع. وهذه الأشجار هنا قديمة، الأشجار هذه كانت موجودة من قبل، وزادت احنا بعد ما عرضنا الطريق أصبحت هي في وسط الرصيف، وهذا أمر جيد. هنا نلاحظ أن الحبات بدأت تتنحى، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. الأشغال ما لازم تتمد للناس اللي تعرف العمل، اللي قرأت هذه ودرست هذه الأشغال هذه وتعرفها مليح، وتعرف الإسمنت ما هو اسم، ما معنى إسمنت، وما معنى ما هو اللي لازم واللي ما لازمش. لازم تكون كفاءات، لأن العمل يظهر بسيط لكن يتطلب كفاءات. إضافة هنا نشاهد تغيير
الأعمدة الكهربائية على الطريق، والسلام عليكم.